يعاني ملايين الأشخاص من آلام الوركين، وهي مشكلة شائعة جدا قد تتفاقم إلى ألم شامل يصيب جسم الإنسان كاملا. ويقول الأطباء إن الإنسان سيكون في خطر أكبر في المستقبل بسبب تغير نمط حياته واعتماده الأكبر على التكنولوجيا وقلة الحركة. تعد آلام الوركين من المشكلات الطبية التي قد تتدخل الجراحة فيها ويعانيها الكثيرون كبارا وصغارا. وقد تطورت علاجات آلام الوركين بشكل واضح، إذ أصبح بالإمكان تغيير مفصل كامل للورك بجراحة دقيقة تعيد للمريض حركته بلا ألم. ينضم إلينا من دبي مباشرة اختصاصي جراحة العظام والمفاصل الدكتور معن طباع. أهلا بك دكتور معن في سكاي نيوز عربية مرة جديدة لنتحدث أكثر عن هذه المشكلة، ألم الوركين، لماذا هذا الانتشار الشائع لها؟ صباح الخير جريس. صباح الخير داليا. كل عام وانتم بخير ومشاهدينكم بكل خير. بخير. آلام الورك هي لها عدة أسباب الحقيقة حسب السن. فهناك آلام في الورك سببها ولادي كخلوع الورك الولادية، واللي الحمد لله عم نشاهدها يعني أقل فأقل بسبب الكشف المبكر عن أسوأ تشكل مفصل الورك. فهذا أحد مصادر الآلام، تشوهات الخلقية في مفصل الورك. في عنا آلام ورك سببها تنخر مفصل الورك بسبب غياب التروية الدموية عن رأس الفخذ، وهذا ممكن أن يصيب بأي سن، إما بشكل بدئي غير مجهول السبب أو بسبب استعمال الكورتيزون أو أمراض بالدم. كذلك ممكن أن يحدث بعد رطوب وكسور فيتشوه سطح الكرة بمفصل الورك، وهو كرة ملساء كاملة، فأي تشوه فيها بسبب كسر أو رض قد يؤدي إلى تآكل هذا المفصل وهذا الغضروف بشكل مبكر. وعندنا الأكثر شيوعا اليوم بازدياد عدد المسنين وتحسن حياة الإنسان، فالإنسان الحمد لله يعيش فترة أطول، فنشاهد اهتراء هذا المفصل عند المسنين مثلا بعد سن 60 أو 70. فهذا المفصل كمان له عدد معين من ملايين الدورات، فبعد عدد معين هناك تآكل لهذه الطبقة الغضروفية المزلقة لسطوح المفصل، وتستدعي المداخلة الجراحية واستبدال هذا المفصل بمفصل جديد. وهناك أيضا ممكن نتكلم لاحقا عن تقنيات هذه المفاصل الاصطناعية اليوم، فهي توفر للناس حلول رائعة لدرجة أن الإنسان يعني ممكن أن يمشي بثاني يوم مباشرة بعد فترة طويلة من المعاناة والألم بهذا المفصل الجديد. طب ولكن دكتور، بالإضافة للأسباب التي تحدثت عنها، على ما يبدو الآن من يعاني من ألام في الورك يعاني من ألام فعلا ربما تكون أشد من قبل، ما السبب دكتور؟ الحقيقة في عنا اليوم مثل ما قلت تطور جدا العناية الطبية والوعي الصحي عند المرضى، فهم يعايدون الطبيب باستمرار عند وجود أي خلل في هذا المركب وهذه العربة التي يقودها كل منا كل يوم. فلم يعد الإنسان يحتمل آلام كان يحتملها في الماضي، فاليوم ابتدأنا نكتشف أنواع جديدة من آلام الورك. مثلا في عند بعض الرياضيين أو إثر ممارسة رياضات معينة هناك أحيانا تمزق في الجوف الحقاني لهذا الورك، فهذه الهويات من آلام الورك لم تكن معروفة أو لم توصف في الثلاثينات أو الأربعينات من القرن الماضي، وهي هيب امبينجمنت نحن نسميها. فهذه كم هائل من الآلام في الورك أصبح لها اليوم علاج بتنظير الورك، مفصل الورك، وهذه عملية معقدة جدا ولطيفة، بحيث أنه ممكن أن تحل هذه الآلام، هذه الكم الهائل من الآلام الورك بعملية تحرير أو ترقيع أو إزالة الجزء المتهتك من الغلاف لمحفظة المفصل الفخذي الوركي. وهذه أشياء لم تكن تشاهد حتى في ثمانينات العقد الماضي أو القرن الماضي لم تكن تشاهد. فتطور دراساتنا وفهمنا أكثر لآلام الورك، ما كان يصنف في السابق بآلام ورك مبهم أصبح الآن يصنف، هل هو سبب رياضي، هل هو سبب تنخر في العظم، هل هو سبب خلع ولادي، هل هو تآكل مبكر، هل هو بعد الرض. فهذه الأشياء أتاحت لنا أن نتعرف على هذه الآلام بطريقة أدق
وبالتالي بالتشخيص الدقيق لكل حالة نستطيع أن نعطي العلاج المناسب. فمثلا مريض بالأربعينات أو الخمسينات كان يستبدل مفصله بالحد فترة مثلا عقدين من الآن بشكل كامل. اليوم عندنا جيل جديد من المفاصل resurfacing hip وهي قيد التطوير، لم تصل بعد إلى مرحلة الكمال، لكنها توفر تغيير فقط سطح رأس الفخذ وسطح الجوف الحقاني بحيث أن المفصل يعاد تكوينه بدون قطع عنق العظم، وهذا يساعد على أن هذا المفصل الصناعي للمفصل الورق أصبح أكثر ثباتا، وحتى يمكن أن يتيح لصاحبه ممارسة الرياضة. فهناك تطورات هائلة في موضوع آلام الورق. ونذكر، وهذا من باب يعني التذكير، أن الإنسان يمشي على قدمين. فالإنسان بخلافا لباقي الثدييات التي تمشي على أربع، هو يحمل هذين المفصلين، وهو مفصل ثلاثي الأبعاد، يوفر حركة بكل الاتجاهات، دوران داخلي، دوران خارجي، عطف، بسط، تقريب، تبعيد. دكتور، نحن يعني نحن في عصرنا هلا ابدا ما بيستعمل القدمين الانسان، بطلنا نمشي دكتور، بطلنا نتحرك. على كل حال زي ما تفضلت، وكمان بيحمل مفاصل الركبه ايضا، الجسم وزن كثير كبير. نعم. هل يمتد هذا الالم الى الركبتين او الى مناطق اخرى دكتور؟ الحقيقه سؤال كثير وجيه. من الناحيه السريريه، عندما يشتكي المريض او المريضه من تاكل في مفصل الورك، المريض يتكلم عن الم يمتد الى منطقه فخذه الاماميه لحد الركبه، فهو نسميه نحن referred pain او الم غير مباشر، فهو الم خادع. يعتقد الطبيب ان الالم ياتي من الركبه، يصور الركبه طبيعيه، يرسل المريض للبيت، ولكن الحقيقة الألم يأتي من مفصل الورك. فهذه إشارة لطيفة يجب أن ننتبه لها، أن آلام التي إذا كان هناك إنتان في مفصل الورك، وهذا شيء خطير جدا، خلال 48 ساعة ممكن ينقضى على مفصل الورك إذا لم يشخص الإنتان بشكل دقيق، خاصة في الأطفال. فالألم يتجه نحو الركبة إذا كان هناك كسر في الابيفيسيوليسيز، يعني كسر في غضروف النمو عند طفل أو طفلة عمرها 10 سنوات، تتكلم عن ألم في الركبة، ويأخذها أهلها للطبيب وهو ينزل الركبة ويعمل صورة للركبة، والمشكلة هي في الورك وانزلاق الغضروف النمو في رأس الفخذ. فموضع الألم ليس بالضرورة مرتبط بأصل المشكلة، وكل تشخيص كما ذكر في قبل لحظة، أن التشخيص الدقيق هو أهم مفتاح للعلاج الدقيق لهذه لآلام الورك. يعني طب دكتور، أيضا نسمع عن متلازمة الانحشارة التي تصيب الكتف، هل يمكن أن تصيب الفخذ أيضا دكتور؟ متلازمة الانحشار. نعم، مثل هاي ذكرت أنا بشكل عابر، أعيد تذكير بها الآن. كما في مفصل الكتف هناك وتر المدورات، وهو الوتر الذي يعيننا على رفع الكتف جانبا وعطفه أماما، فهذا الوتر ينحشر في مسافة ما تحت الناتئ الأخرمي. كذلك في المفصل الورك هناك بعض التشابه بطريقة حركة المفصل بالجوف الحقاني، فهذا الجوف قد يتعرض لما يسمى الاحتكاك أو الانحشار، إذا بدنا نسميه impingement. فهذا اللي ذكرته عن بعض الرياضيين والرياضيات قد يسبب لهم آلام قد تدفعهم لمغادرة الرياضة بشكل كامل. لكن كما ذكرت، اليوم بالتشخيص الصحيح بالأخصائي الصحيح، حتى بالجراحة العظمية اليوم أصبح لنا عندنا تحت تخصصيين. فمثلا في عنا اليوم في دبي في عنا جراحين قادرين على عمل تنظير لمفصل الورك لكشف متلازمة الانحشار، وهذه العملية مع أنه هي عملية دقيقة جداً تتيح بدون فتح المفصل الدخول داخله ومشاهدة هذا المفصل بحالة الحركة وتشخيص مكان الانحشار، تشخيص الجوف العنابي أو الأستابولوم أند اللابروم، يعني الجوف المغلف للمفصل الذي يعطي التماسك للمفصل. هذا العلاقة بين الجزء الغضروفي منه والجزء العظمي
قد تتعرض لخلع، قد تتعرض لشرخ، قد تتعرض لتمزق قابل للإصلاح أو قابل للتهذيب بحيث أنه يحل مشكلة المريض أو المريضة. فهذا الحقيقة يعتبر اللي ذكرتي كتير شيء حديث علينا كتشخيص، والحمد لله صار له حل يعني بالتنظير لمفصل الفخذي الوركي. دكتور شكرا جزيلا لوقتك، ونتمنى السلامة للجميع بكل تأكيد. شكرا لك الدكتور معن الطباع من دبي، اختصاصي جراحة العظام والمفاصل.